السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نحل مع بعض اليوم أسئلة الفصل لمادة العلوم العامة للصف السابع. أسئلة الفصل مثل ما أنتم شايفين مكونة من 3 أسئلة جدا سهلة، فيها مراجعة سريعة لما تم ذكره من مصطلحات ومن مفاهيم مرقت معنا بالفصل الأول من الوحدة الثانية، وهو أثر الحرارة على المواد. بداية رح نبلش مع بعض بالسؤال الأول: تتمدد المواد الصلبة في اتجاهين أم اتجاه واحد أم جميع الاتجاهات أم لا شيء مما ذكر؟ كلياتنا بنعرف وحفظناها كلمة أنه تتمدد المواد الصلبة في جميع الاتجاهات، لذلك الجواب هو الفرع جيم زي ما أنتم شايفين. السؤال الفرع الثاني: عند ارتفاع درجة الحرارة الغاز فإن حجمه لا يتأثر، يزداد، يقل، يقل ثم يزداد. ناقشنا الموضوع في الدروس السابقة بأنه عند ارتفاع درجة حرارة الغاز فإن جزيئاته تتباعد، لذلك فإن حجمه ب يزداد، حجمه زي ما أنتم شايفين يزداد. الفرع الثالث: تكون أعلى كثافة للماء المقطر عند درجة حرارة 4 سلسيوس، 0، 2 سلسيوس، 1 سلسيوس. تم الاتفاق على أنه الماء له حالة شاذة وهي ما تسمى بحالة شذوذ الماء، أي عند درجة من درجة 4 سلسيوس وحتى 0 سلسيوس يبدأ الحجم يزداد، وعندما يبدأ الحجم يزداد فالعلاقة ما بين الحجم والكثافة هي علاقة عكسية، لذلك عند 0 رح تكون أقل كثافة بينما أعلى كثافة رح تكون عند اللي هي درجة 4 سلسيوس. فالجواب هو ألف مثل ما أنتم شايفين. إذا برجع بكرر السؤال الأول أجوبته، الفرع الأول جوابه جيم، الفرع الثاني جوابه با، والفرع الثالث جوابه ألف. السؤال الثاني تعليل: فسر كل مما يأتي. تترك فواصل بين قطع الجسور المعدنية عند تصميم الجسور. ناقشنا هذا الحكي وحكينا أنه له علاقة بدرجة الحرارة على المواد الصلبة، لذلك الجواب حتى لا تتقوس وتتلف هذه القطع فارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدي إلى تمدد الجسور فتترك هذه الفراغات لهذا التمدد. با: لا ينصح بتسخين الطعام الموضوع في وعاء البايركس وهو زجاج يتحمل التسخين عند إخراجه من الثلاجة مباشرة، وحكينا هذا الحكي حتى لا يصير في عنا كسر بسبب اختلاف التمدد والتقلص بين طبقتي البايركس بما أنه له طبقة خارجية وطبقة داخلية، فلذلك يكون الجواب لأنه عند التسخين فإن السطح الخارجي يتمدد بصورة أكبر من السطح الداخلي فيؤدي إلى كسر زجاج البايركس. السؤال الثالث: حطينا جدول فيه علاقة ما بين درجات الحرارة والحجم لمادة غازية، ارسم العلاقة بين حجم غاز ودرجة حرارته عند ثبوت الضغط مستعينا بالجدول. طبعا بهذا الحالة لازم نعمل اللي هو رسم بياني بحيث على محور السينات يكون عندنا درجة الحرارة زي ما انتم ملاحظين، وعلى المحور الصادي الحجم، وبنرسم الأرقام على المحاور وبتم رسم العلاقة بيانيا. لذلك السؤال با بيحكي عندنا: استنتج من الرسم البياني العلاقة بين درجة حرارة الغاز المحصور وحجمه، وتم الاتفاق انه درجة الحرارة علاقتها علاقة طردية مع حجم الغاز، لذلك العلاقة زي ما انتم شايفين علاقة طردية، كلما زادت الحرارة زاد الحجم. بهاي الحالة احنا هيك بنكون حلينا أسئلة الفصل لأثر الحرارة على المواد، حل الأسئلة كامل، وإن شاء الله متابعة الحصص القادمة والدروس القادمة في فيديوهات لاحقة بإذن رب العباد.